من جانبها شهدت الحكومة اليمنية الشرعية توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأشار البيان إلى أن السعودية بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم أنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة، وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين. وبدورها أكدت دولة فلسطين أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، مشيدة بالقرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز التي تؤكد أن السعودية تقوم على إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون.